واصل مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فعالياته لليوم الخامس على التوالي بإقامة ندوة بعنوان سيدات في المشهد السينمائي وعدد من الورش الفنية. وأقيم حفل توزيع جوائز مشروع فاكتوري لدعم الأفلام القصيرة، ويأتي ذلك إدراكا من إدارة المهرجان بأهمية تسليط الضوء على دور ودعم صانعات الأفلام السينمائية في المنطقة. وأعلنت إدارة المهرجان برئاسة السيناريست سيد فؤاد عن الفائزين خلال الحفل بحضور أصحاب المشاريع العشرة التي تم اختيارها والإعلان عنها قبل انطلاق المهرجان. مهرجان الأقصر مهرجان عالمي، مهرجان كبير جدا ومهم، لأن بي 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 بيعرف الثقافات على بعض، بيدخل الثقافات على بعض أو بيخلي فيه نوع من أنواع التبادل الثقافي ما بين الصناع. وده حاجة مفيدة جدا للصناع، صناع الأفلام، لأن لازم نبقى منفتحين على الثقافات الأخرى. فايدة المهرجان دايما لصناع الأفلام هي التواصل والتعامل مع الناس اللي زي بعض أو اللي شغالين في نفس المجال، لأن احنا المجال عندنا مش سهل خالص. بنبني علاقات علشان الشغل قدام. هو شايف ان المهرجان هنا محقق ده بنسبة كبيرة جدا، وان هو اتعرف على ناس كتير جدا، هو مبسوط بده وعمل كونكشنز كويسة. هي بتحب الأقصر جدا، بتحب المهرجان جدا، وكانت منبهرة بكمية الطاقة اللي موجودة في المكان. هي اتعرفت على ناس فيلم ميكرز أو صناع أفلام من أفريقيا، من كل أنحاء أفريقيا، وكانت مبسوطة جدا 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 إن احنا اتقابلنا والأفكار اتقابلت. وهي شايفة إن ده ادها طاقة كبيرة جدا. في نفس الوقت هي منبهرة ومعجبة جدا بالجمهور وباختيارات المهرجان، لأن الأفلام اللي اختارها المهرجان أفلام على درجة كبيرة جدا من الحساسية، سواء في الموضوعات الاجتماعية أو السياسية. وشايفة إن دي جرأة كبيرة إن احنا نقدر نعمل ده، وجرأة كبيرة من البلد إن هي سامحة بحاجة زي كده، وإن يعني إن ده مناخ صحي جدا إن الناس تقدر تتكلم.